اهلا بحضراتكم من جديد. ضيفي زي ما احنا شفنا في التقرير ما شاء الله كان مدافع من المدافعين الاقوياء، كان كمان يعني بيمتاز بالتهديف، يعني نادرا لما تلاقي مدافع وكمان هدافه كان بيمتاز بالتصويب، رجليه تقيله. شفنا كمان في التقرير هدف من اهدافه الحلوه في مباراه الزمالك، دلوقتي بقى مدرب كمان وبنتمنى له ان شاء الله التوفيق. ضيف النهارده الكابتن شريف عبد الفضيل، مرحب بيك يا كابتن شريف. سعيد بوجودي معاك يا كابتن اسامه، ومتشكر قوي على المقدمه الجميله دي ورجعت لنا الذكريات بتاعت زمان. ما شاء الله كنت في التقرير يعني الشريف فضيل كان بيلعب مدافع مساك وكان بيلعب كمان باك رايت، بيجيب في المركزين، لكن شفنا في التقرير ما شاء الله اهداف كتيره. الحمد لله. يمكن انت عارف اسامه كنت بلعب باك رايت وساعات باك ليفت وليبرو وسيرد باك، ويمكن الحمد لله انت يعني احنا لحقنا بعض شويه، لعبنا مع بعض برضو كام سنه في النادي. كانت ايام جميله، ويمكن التقرير انا بشكر الناس اللي طبعا اللي قدمت التقرير دوت كلهم. رجعنا لورا شويه ايام البطولات وايام الحاجات الحلوه بتاعتنا يعني. التقرير كمان محمود شوقي عبد الحكيم ابو علم علي توحيد يسرى، ده كل يعني كل فريق العمل. قول لي بقى، وانت النهارده شريف فضيل كان بيلعب مساك كان بيلعب باك رايت، انت دلوقتي خلاص بقيت مدير فني، الرؤيه اختلفت، فدلوقتي في اختيارات شريف عبد الفضيل او عينيه دلوقتي بقى بيوظف اللعيب كمان في الملعب في كذا مركز عشان يبقى عنده حل من الحلول، ولا الوضع عندك دلوقتي انت خاصه دلوقتي ده يعني مدير فني دلوقتي 2005 في النادي الاهلي؟ ده حقيقي. يمكن السنه اللي فاتت انا كده بقى لي 3 سنين في القطاع الناشئين في النادي الاهلي، اشتغلت سنتين مدرب، والسنه دي الحمد لله بقيت مدير فني لفرقه 2005. يمكن بعض العناصر حته برضو ان انت تكتشف اللعيبه في اماكن جديده من غير مراكزها اللي متعودين عليها، ممكن لعيبه تبص عليها تلاقيها بتوجيد اكتر في مكان انت بتختاره، لعيبه عندها امكانيات عاليه جدا، سي مثلا انت لقيت لعيب بيلعب باك ليفت فتيجي توظفه في الهاف ديفندر تلاقيه مختلف خالص، فايس. او جناح توديه جناح او راس حربه او كان سيرد باك او كان فيرو ترجعه راس حربه او العكس. كل دي عمليه دايما في المراحل بتاعه الناشئين ده انت اللي بتقدر تبني او بتحدد شخصيه اللعيب وامكانياته، بتبتدي كل سنه على فكره بيختلف مستواه وبيتطور، في لعيبه بتتطور ل 100% وفي لعيبه بتستجيب اكتر من 100% كمان. فتقدر انت تتعامل مع توظيف اللعيب على حسب امكانياته. يعني دي متوقفه على العين اللي بتشوف. انا اسامه السنه دي بالذات في ولد عندي اسمه محمد عبد الله في 2005 لعيب كويس جدا، بيفكرك بدي سيلفا بالظبط، ما شاء الله نفس الرجل دي. ده انا لقيته متوظف باك ليفت. وفي بدايه السنه لما كنا عايزين نصفي طبعا لقيته مستبعد وما بيلعبش، لان الباك ليفت اللي بيلعب لعيب كويس جدا، يمكن لعيبه كويسه اللي هو محمد فوزي وكان في مارادونا كان بيلعب باك ليفت، فاللعيبه دي لعيبه كويسه وموجودين، ومحمد عبد الله ده كان معاهم تالت. فكان من الناس اللي مرشحه انها تمشي. فجبت الولد بدات اشوفه مره واثنين وثلاثه في بدايه السنه، لقيته رجليه ممتازه. طب قلت ليه الولد ده ما جربوش في مكان تاني؟ دخلته في قلب الملعب بقيت العبه تحت راس الحربه، كويس. بقى من اميز اللعيبه عندي في الفريق دلوقتي. يعني انت وظفته في مكان تاني خالص وتم اكتشافه، الولد بقى لعيب هايل جدا بالنسبه لي ومن الناس الاساسيه كمان. كويس. طب طمنا عن فريق 2005، السنه دي انت مدير فني 2005، قبل ما تقول لنا اللعيبه والمواهب اللي عندك، السنه اللي فاتت كنت مساعد، السنه دي مدير فني، ده حقيقي. ايه اللي بقى الاختلاف ما بين المساعد ومدير الفني؟ لا يمكن انت سالتني سؤال من شويه الاصعب باللعيب ولا المدرب، قلت لك لا اللعيب اسهل. اللعب اسهل. طبعا بكتير. يمكن انت عاصرت ان انت اشتغلت فتره مدرب في التدريب. لا التدريب صعب جدا. اولا انت المسؤول الاول والاخير عن الفريق كامل، فريق بجهاز طبي باداريين بعمال، كل ده مسؤوليتك انت. اي خطا بيحصل في المنظومه دي كلها انت الاول والاخير المسؤول. طيب تيجي انت اي نتيجه عن الفريق نفسه انت المسؤول. اولا انت المسؤول عن الاحمال التدريبيه للعيبه، وانت المسؤول بتعد فريق كامل من اول السيزون لاخر السيزون، وانت اللي هتسال عن كل النتائج. بس النادي الاهلي موفر لك جهاز برضه مساعد كامل. لا ما انا بقول لك النادي الاهلي الحمد لله كل الاجهزه اللي موجوده في قطاع الناشئين في البدايه، بس عشان ما انساش طبعا انا بشكر كابتن خالد بيبو على يعني في البدايه، بشكر طبعا مجلس اداره النادي الاهلي واللجنه الفنيه ان هم رشحوا واحد زي كابتن خالد بيبو بصراحه، لان هو من الناس المخلصه في العمل بشكل قوي جدا. وبنشكر طبعا في البدايه كابتن فتحي مبروك والناس اللي اشتغلت قبل كده في القطاع كلهم، كل الشكر والتقدير ليهم على المهمه اللي هم ادوها بنجاح الحمد لله. واحنا كلنا بنسلم بعض يا اسامه زي ما انت عارف طبعا، ده النادي الاهلي الحمد لله، واللي ده اللي متربيين عليه جوه جدران النادي الاهلي، كلنا بنسلم بعض وبنحترم بعض. كابتن خالد استلم المهمه، من ساعه ما استلم بامانه عامل شغل جميل جدا ومحترم، وكلنا بنشهد له بده. في نقله السنه دي ان شاء الله للقطاع الناشئين موجوده فيها عمليه تصفيه تمت عشان يتم اللعيبه تفيد
الفريق الاول في النهايه، لان احنا كلنا كان عندنا كثافه وزخم غير طبيعي في قطاع الناشئين اسامه بلا فائده. كنا عايزين ندعم القطاع، دايما القطاع موجود ليه؟ عشان يدعم الفريق الاول. انت دلوقتي لما عملت التصفيه دي قدرت تستنقي افضل العناصر عشان تقدر تدعم فيها الفريق الاول. انت طبعا الفريق 2005 ما تمش دمجه، انت محتفظ بالقوام بتاع السنه اللي فاتت. ده حقيقي. عكس الفرق الثانيه 99 مع ال 2000 وال 2001 مع 2002 والثلاثه مع الاربعه. ده حقيقي. يمكن انا الفرقه الوحيده اللي انا خدتها زي ما هي، لان الفرقه كلها دمجت، حصلت عمليه الدمج دي كلها. ودي كانت مهمه كبيره جدا بالنسبه للكابتن خالد وطبعا والاجهزه اللي موجوده كلها في القطاع الجديده كلها. يمكن بعض العناصر الجديده كابتن ياسر رضوان وكابتن محمد شرف وكابتن سيد غريب وفي احمد صديق موجود معانا ومعتز اينو، كل الناس دي موجوده في القطاع كله، يعني شغالين بشكل كويس. وان شاء الله نعمل موسم ان شاء الله يليق بالنادي الاهلي خلاص ويليق بقطاع الناشئين. وده لازم اسامه في الاساس الاول، يعني يمكن كابتن خطيب لما قعد معانا في بدايه الموسم اول اجتماع معانا قال لنا احنا كل ده عشان خدمه الفريق الاول. تمام. نطلع نشئ محترم، اذا ما كانش الفريق الاول هيستفيد منه نقدر نستفيد من الاولاد دول، نطلعهم اعارات، نطلعهم بيع، النادي يستفيد فيهم في المستقبل زي ما حصل دلوقتي يا اسامه. ودي حاجه تحسب لمجلس الاداره، ان ارجع دلوقتي عندك ناصر ماهر بيرجع طبعا تاني، وبيكهام رجع طبعا، وهو دايما انت لما تشتغل بتشتغل في الاول. عايز اسالك طبعا برضو اتكلم معاك باستفاضه عن المواهب الموجوده في 2005، لكن هنروح لفاصل وبعد الفاصل استكمل كلامي مع ضيف الكابتن شريف عبد الفضيل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن شريف، كنا بنتكلم عن المواهب الموجوده في 2005، خاصه انت السنه دي يعني مش عارف هل انت سعيد ولا لا ان البطوله هتبقى منطقه وبعد كده قطاعات، يعني البطوله مش جمهوريه، لكن الاستعداد اكيد هيكون استعداد قوي برضو، الاعداد للفريق اعداد قوي. طمنا بشكل عام عن المواهب الموجوده في فريق 2005. لا انا كان نفسي طبعا 2005 يبقوا جمهوريه، لان هم عندهم كاس عالم وعندهم اولمبياد. كويس. طبيعي كان اتحاد الكوره لازم يبقى لهم دوري، بس طبعا هو خلاص ممكن عشان موضوع الكورونا عشان الفرق كلها ما تبقاش ليها جمهوريه، لان كله ليه جمهوريه. يمكن الحمد لله، يمكن انا مبسوط برضو لان هتبقى منافسه قويه جدا، انت هتلعب المنطقه ومن المنطقه هتلعب على القطاعات. هتاخد فرق قويه جدا هتلعبها اول وثاني واحتمال ثالث من كل مجموعه، منطقه القاهره ومنطقه الجيزه، وهنصفي. هتبقى منافسه قويه جدا، انا شايفه احتكاك قوي جدا. ويمكن الحمد لله يمكن الفرقه عندي مميزه ان شاء الله، يمكن اوعد الناس كلها ان هيبقى في داعم قوي ان شاء الله للفريق الاول باذن الله خلال سنه او اثنين بالكثير، عنصر او اثنين او ثلاثه ويمكن اكتر من الفريق عندي هيطلعوا فوق ان شاء الله. يمكن عندي من اللاعبين المميزه عندي يوسف عفيفي كابتن الفرقه، لعيب مميز جدا. فارس لعيب مميز جدا. سيف الطيب سترايكر، لعيب متحرك وهايل وهداف، واحمد فكري ويحيى، وفي احمد عزت جناح، في سيف ايمن جناح، في محمد محمود وسامح، كل دول بيلعبوا على الاطراف، لعيبه على اعلى مستوى. انا بكلمك في اتنين شول واتنين برجليهم اليمين وبيلعبهم على عكس. تخمه من المواهب عندي الحمد لله، يمكن كل مكان عندي البديل بتاعه نفس الكفاءه. يمكن انا دايما بقول لهم يا اولاد انا ما عنديش البديل. انا ما عنديش حاجه اسمها بديل، انتوا كلكم بالنسبه لي اساسيين. والحمد لله دايما هم ما فيش حاجه اعمل تكتيك لمجموعه ومجموعه، لا كلهم لازم يتنفذ لهم التكتيك واحد. كويس. الحمد لله يعني. كان في كمان في قلب الملعب عندك يوسف عبد الحفيظ وعندك يحيى وعندك وحيد احمد وحيد، وفي المناسبه طبعا بنقول له البقاء لله في والده، توفى الاسبوع اللي فات احمد وحيد، وننعيه ونقول له البقاء لله وحيد، وربنا يجعلها اخر الاحزان، لان هو فعلا يعني ولد معانا، ونتمنى له ان شاء الله ان هو يعدي المرحله دي على خير، ان هو واحنا بنعزي طبعا احمد وحيد. احمد وحيد يعني. وفي حازم طبعا حارس المرمى ومحمد مختار، وعندنا الاثنين الناس اللي بتلعب في ظهر الملعب معتز وبستانجي، وما تتخضش من اسم بستانجي ده. لا خباك هو سرد باك. هو سرد باك يعني كل الاسماء اللي انت بتقولها دي انا اتذكر منها لعيبه يعني كويسه قوي. اسامه سيف الطيب، سيف ايمن، يوسف عفيفي، بستانجي، فارس، يعني خلاص حفظت فرقه 2005. محمد عبد الله طبعا لعيب كويس جدا. وعندك فوزي باك شمال، ويوسف جمال باك يمين، لعيب على اعلى مستوى. وعمر خالد شايفك في لقطات بتنزل معاهم التمرين. لا انا على طول بلعب، محافظ على الفورمه بتاعتك. انا بنزل وبضرب، بس للاسف حصل لي حادثه من كام يوم ضربوني ولاد لذينه في التمرين.
لا انا بتعامل معاهم كاخ اكبر عمري، ما بحبش اعمل فارق بيني وبينهم خالص كويس. الحمد لله في صله بينهم. كنت بص عندي على الانستجرام هتلاقيني عامل ستوري صاحبهم النهارده ليهم كلهم، الفرقه اللي بتكسب لازم ليهم ستوري معايا دايما على كويس. طول، ويمكن دي دايما الروح اللي بيننا احنا كلنا اخوات يعني. الاعداد النفسي مهم. انا يعني وانت بتتكلم كده خدت كلمه منك وانت بتقول ما عنديش لاعب اساسي ولاعب احتياطي، انا كل اللعيبه عندي اساسيه حتى بحتار احط مين واشيل مين يعني. ده حقيقي. فدي حاجه مهمه، هل الاعداد النفسي في السن ده انك تعامل الولاد باسلوب كويس يحبوا كابتن شريف عبد الفضيل ده بيفرق في السن ده؟ اكيد طبعا، لان انا كنت احنا لعيب كوره زي ما انت عارف يعني لعيب كوره، وبيبقى نفسه المدرب لما بيضحك معاه وبيتكلم معاه دي بتفرق معايا كتير جدا. ده احنا كنا كبار وبنقول كده، ما بالك انت الاولاد الصغيرين، فالحاجات الصغيره دي هتفرق، بعامل نفسي كتير جدا مع الاولاد. بالمناسبه كمان احنا عملنا معسكر في اسماعيليه، ده ما فيش حد في قطاعات ناشئين بيعمل الكلام ده غير النادي الاهلي طبعا، بنشكر مجلس الاداره على الكلام ده كله. فهمنا الاولاد يعني ايه معسكر. معسكر ده مش انت مش رايح تفسح، انت بتعد نفسك تبقى لعيب محترف ازاي؟ ازاي بتاكل؟ ازاي بتشرب؟ بتعمل لهم محاضرات دايما، محاضرات طبيه، محاضرات فنيه، المدرب الاجنبي معانا مايكل عامل شغل على اعلى مستوى، محاضرات دايما بروكتش. مايكل بروكتش دايما في محاضرات فيديو اسبوعيه شغاله، دايما بيدي الولاد اكنك بتتعامل مع فريق درجه اولى بالظبط. ممتاز. بتعرض له الفيديو اخطائه ايه في المباراه وحتى المباراه الوديه، والراجل دايما مجهز لنا الكاميرات وعدلنا في اعلى مكان في النادي بيصور كل الفيديو التمارين وكل الماتشات. فالحمد لله يمكن الاولاد على اعلى مستوى، ان شاء الله نوعد الناس ان احنا هندعمهم ان شاء الله في حاجه كويسه للفريق الاول قريب باذن الله. وانت بتتكلم عن معسكر الاسماعيليه، كنا معاكم وغطينا المعسكر ده هنا في قناه الاهلي. عايز اسالك بقى عن فتره مهمه انت عشتها قبل خوض التدريبات او تكون مدير فني، فتره المعايشه في هولندا، عايز اتكلم معاك فيها، لكن نروح لفاصل وبعد الفاصل استكمل الحوار مع ضيفي كابتن شريف عبد الفضيل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن شريف وانا بكلمك يعني عن بداياتك وانت بتشتغل في مجال التدريب، كابتن شريف عبد الفضيل يعني اهتم بالمعايشه الخارجيه، كان ليك معايشة مهمة في هولندا مع أحد الأندية هناك في هولندا لاكتساب الخبرات، عايزين نتكلم عنها برضو باستفاضة. يمكن أنا أول ما يمكن ما خلاص قررت إن أنا أبطل كورة، فأنا أنت عارف الكورة إحنا بنعشقها وبنحبها يعني. فكان قدامي حاجتين، يا أشتغل في التحليل والبرامج الرياضية ده كده كده موجود مش هيروح، إنما التدريب ده اللي لازم يجي، هيجي بإيه بقى؟ لازم تطور نفسك، ما لازم تتعلم، مش هعتمد على ان انا لعيب خبره ولعيب دولي ولعيب لعبت في اكبر نادي في مصر النادي الاهلي ولعبت شويه في الاسماعيلي فاخد خبراتي اللي اكتسبتها قبل كده، لا لازم اشتغل على نفسي واتعلم. فاول ما بدات اخش في مجال التدريب قلت لا خلاص، كان في قدامي يمكن انا فتره اسامه لما انت كنت في المانيا وفي بايرن ميونخ لما عملت انت معايشه قبل كده. أيوة. مع بايرن ميونخ انا كلمتك على طول لو تفتكر، قلت لك انا عايز اروح اعمل معايشه في بايرن ميونخ. انا بعدها على طول يمكن تواصلت مع ناس هناك ورحت على اياكس الهولندي، لان هي اول مدرسه او اعلى مدرسه في قطاعات الناشئين على مستوى العالم هي اياكس الهولندي. المدرسه الهولنديه معروفه اياكس بالذات يعني. فالحمد لله يمكن انا اتجهت على طول، يمكن انا هنا كان ده السكند تيم كان بيلعب مباراه على طول، يمكن الصور دي وكنت انا موجود بتابع، وكان الملعب المجاور الناحيه الثانيه ده القطاع كله بقى الكامل بتاع الملاعب الصغيره بتاعه الاشبال والبراعم زينا بالظبط. استفدت منها استفاده كبيره. اهي بص الصور دي يمكن ده جوه النادي دي وادي الاشبال الصغيرين اللي هناك كانوا في دول اولاد اياكس والهولندي، وانا هناك الصور دي كلها وانا موجود. كانت في مباراه موجوده، ده السكند تيم بتاع اياكس كان بيلعب المباراه دي على الملعب اللي ورا ده على طول، وده ملعب اياكس هو اللي في الوش على طول الناحيه الثانيه دي. فالحمد لله يمكن انا قعدت لي حوالي 15 يوم هناك، دايما مستمر هناك، كنت بعيش معاهم اليوم من اوله لاخره، دايما اخد اليوم من اوله لاخره كويس، اعيش الاجواء، اعيش ازاي بياكلوا بيتمرنوا ازاي بيتصرفوا ازاي التعامل طريقه التعامل. طبعا في اختلاف كبير، يمكن الحمد لله يمكن النادي الاهلي دايما سباق غير اي حد، بدليل موجود مستر مايكل مدير فني اجنبي معانا، دي البدايه الحقيقيه ازاي عايز تنجح فلازم تطور من نفسك. يمكن النادي الاهلي اول ما جاب الراجل قال النادي الاهلي هنا فيه امكانيات اكبر من اوروبا. والله العظيم يا راجل قاعد منبهر بالامكانيات الموجوده البشريه. استفدتوا فعلا من مدير فني الاجنبي؟ ده حقيقي، ده في محاضرات واحنا بنعرضها بيبقى في محاضرات مع المدربين كمان غير اللاعبين. المدربين احنا لينا محاضرات خاصه، كل المدربين لازم اجتماع اسبوعي، محاضرتين اسبوعي للمدربين بس. كويس. المدربين براعم، مدربين الناشئين لوحده، مدربين البراعم
احنا القطاع وهم البراعم الصغيرين لوحدهم واحنا لوحدنا. وبعد كده بياخد اللاعبين مع المدرب، كل فرقه معاها المدرب بتاعها، كل فرقه معاها المدرب بتاعها بجهاز كامل. وبعد كده في محاضرات طبيه كويس لوحدها، وفي محاضرات تحكيميه لوحدها. فالحمد لله السيستم على اعلى مستوى. يمكن انا ده اللي انا عشته هناك، الحمد لله كله موجود. لما كنت في اياكس كل ده الحمد لله الشغل ده عاملينه. وان شاء الله اول بس موضوع كورونا ده يهدى شويه هيبقى في واحده تانية ان شاء الله قريب. ان شاء الله بتتابع المصارعه الحره دلوقتي ولا اخبار المصارعه الحره؟ لا ده الاصعب. المصارعه الحره مش يا فضيل، بص قول لي دكروري قول لي دكروري دلوقتي في حاجه اسمها الام ام اي. الام ام اي ده بقى ستريت فايت، قتال الشوارع. حاجه افظع. طب ما تعرف بقى الساده المشاهدين بس اقول لك حاجه، المصارعه الحره دي ايه؟ ما انا عايز بس افهم الاولاد حاجه عشان بس ما يخافوش مني، عشان اللعيبه بتاعت شريف عبد الفضيل تعرف. ما تخافوش مني يا اولاد، الدنيا امان. كابتن شريف عبد الفضيل واحنا بنلعب واحنا في المعسكرات يعني بيعشق المصارعة الحرة، حافظ كل لعيبة العالم في المصارعة الحرة، كان بيجي يتفرج على المصارعة الحرة ويطبق الكلام ده عملي علينا احنا في المعسكر على سرير. انا كان في بس موقفين انا يعني عمري ما انساهم. من البركات كنا بنلعب المقاولين في اخر مباراة في الدوري، فيمكن في المباراة دي هو جاب جون وانا جبت جون، فاول ما جاب جون رحت جاي اعمل له حركة في الملعب، سوبلكس سوبلكس رايح نازل بيه. ده كرور هيحب قوي الموضوع ده. كانت المصارعة الحرة مأثرة على الكابتن شريف. اخيرا عايز اعرف رايك في القضيه المصارة دلوقتي بتاعت لعيبه منتخب الشباب في تونس. تابعت اكيد الاخبار من امبارح، 14 لاعب مصاب. الوزاره فكرت تبعت طياره خاصه ترجع اللعيبه، اللعيبه عندها اصرار عايزه تفضل هناك. شايف الموضوع ازاي؟ شايف الاهمال فين؟ شايف المتسبب في الموضوع مين؟ لا الاهمال، ما ده اهمال، انت بتضيع جيل كامل مستقبله بيضيع. كابتن ربيع ياسين انا شايفه قبل ما بيسافر عمال يطلع في كل قناه، يا جماعه خليكم معانا، يا جماعه احنا اهتموا بينا، يا جماعه رعونا. لما توصل ان هو هم يسافروا من غير رئيس بعثه ده كارثه طبعا، مش طبيعي. يعني ما ينفعش يا اسامه، انا عمري ما شفت كده في التاريخ يعني. وبعدين يصاب بس 14 لعيب، مش معنى منتخب مصر 14 لعيب ازاي؟ مش طبيعي. طب ما انت طالع من هنا سليم، لان انت بيتم عليك اجراءات احترازيه من هنا وفي المطار، ويمكن انت سافرت يبقى حصل لك العدوى هناك، يبقى في حاجه مش مظبوطه. ومين اللي المفروض يسافر؟ يعني كابتن عادل محفوظ المدير الاداري العينه بتاعته ايجابيه قبل السفر، فخلاص انت المفروض تبعت مدير اداري زي اي كل الفرق المصريه ما بتعمل والنادي الاهلي قبل البطوله هناك. هناك بتتمم على مكان الاقامه، على الاكل، على مكان التدريب، على كل الكلام ده. رئيس الباسه انا عارف الف ب خلاص دلوقتي. دكتور محمد علي هو رئيس الباسه، المفروض كان هيسافر سافر النهارده، لسه جاي يسافر النهارده. طبعا مش طبيعي، والبطوله اصلا شغاله النهارده، كان هيلعبوا المفروض النهارده اصلا، كانت المباراه المفروض هيلعبوا النهارده. فالموضوع يا اسامه طبعا انا شايف فيه اهمال شديد جدا، وعدم اهتمام بالاجيال اللي طالعه. لازم اهتم بالنشئ، ده اللي هيفيدني ويدعم المنتخب الاول في النهايه. فلازم يبقى عندنا مراعاه للاجيال اللي طالعه دي، لان ده اللي هيشيل مصر بعد كده طبعا في الرياضه يعني. فلازم انت بتعده بقالك 3 سنين انت كده يعني. كابتن ربيع انا بصراحه يعني صعبان عليا، لان هو من كذا سنه عمال يهاتي في البرامج كلها. لو خلي بالك يعني خدها مني، يعني خلال الفتره اللي جايه فانت لازم تشيل حد الشيله. طبعا عايزين يشيله كابتن ربيع ياسين، هو اللي يشيل بعد ده كله، بعد ده كله للاسف. فعشان كده لازم يتفتح تحقيق كبير وموسع في هذا الموضوع. كابتن ربيع مالوش ذنب، مالوش ذنب، لازم يبقى في ناس مسؤوله مسافره، وفي ناس طبيه موجوده، وفي مراعاه موجوده. طب الراجل من فتره عمال يا جماعه، خلي بالك عايزين يشيلوه ايه النهارده؟ ده ان الكابتن ربيع طلب انه يسافر قبل المباراه الاولى اللي كانت النهارده بست ايام. طب ما احنا عرضنا عليه انه يسافر 3 ايام. يعني النهارده المدير الفني عشان طلب يسافر 6 ايام يبقى هو المتسبب في كده؟ لا يا اسامه، شاف العقليه وشاف الكلام. كابتن ربيع طلب يسافر ليه؟ عشان يلعب ماتشات وديه، عشان ما بيلعبش هنا. هيقعد يلعب هنا مع الانديه عشان اللعيبه تتعود وتتعود. عايز الاحتكاك بالظبط كده، ان هو انا مش مساعدين يجيبوا له اي فرقه يلعبها. فهمت؟ شرفتنا ونورتنا كابتن شريف. انا كنت سعيد جدا معاك يا اسامه، واتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله، ونطلع اجيال تليق بالنادي الاهلي ان شاء الله وبمصر، وان شاء الله نشوفك كمان لايف كده في الفريق الاول بالنادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله مدير فني كبير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا. في النهايه بشكر ضيفي كابتن شريف عبد الفضيل المدير الفني للفريق 2005، نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي حلقه جديده من الاشبال. شكرا والى اللقاء.